في الرؤيه دي. وطبعا الاستاذ فتحي سند ناقد رياضي كبير وكلنا بنحبه وبنحترمه ويعني بنحب نسمع اراءه. ازيك يا استاذ فتحي؟ مساء الخير يا كابتن كريم، واهلا بيك يا حبيبي قلبي. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب طبعا. ويعني معلش انا بتاسف ان انا طولت شويه، و يعني بتاسف كمان للمشاهدين ان انا ما عيدتش عليهم النهارده بمناسبه المولد النبوي الشريف. طبعا كل سنه وانتم طيبين. كل سنة الواحد دخل طيب في المشاكل واتلهى، معلش انا اسف جدا. ازيك يا استاذ فتحي؟ مفيش شك، الحمد لله حبيبي كله تمام. طبعا هنهني العالم الاسلامي كله بالمولد النبوي، وده يوم مبارك، ويعني المفروض ان هو يوم عيد ويوم بنتعلم منه، لكن على ما يبدو ان احنا بننسى، ما بنتعلمش حاجه وبنسيب الدنيا تمشي، والظروف هي اللي بتقرر مش احنا اللي بناخد القرارات. انا سمعتك وانت بتتكلم، حضرتك كلامك مظبوط، يعني انت مش عارف مصر رايحه فين، جايين منين. بنتكلم عن القانون ولكن لا نعمل به، بنتكلم على اصول ما بنشوفش منها حاجه. في جمله قصيره جدا جدا فعلا، احنا في خطر. احنا كمصريين او كمصر، يعني احنا كمصريين وكمصر وكلنا على بعضنا كده في مرحله في منتهى الخطوره، لان زي ما الناس شايفه الامور سايبه. مفيش ضبط وربط، مفيش يعني قواعد بتمشي عليها حاجه، وبالتالي بنشوف فوضى. الاستثمار النهارده ده شكل من اشكال هذه الفوضى التي يغيب عنها القانون، وبالتالي انت مش عارف ايه بكره. واكثر ما يمكن على اي بلد في العالم انك ما تعرفش ايه يعني ايه اللي هيحصل بكره. طيب سؤال يا استاذ فتحي، وحضرتك طبعا يعني كبير في المقام وفي السن وفي الخبره وفي كل حاجه، واكيد لازم نستفاد من حضرتك من كلام حضرتك. يعني مطلوب مننا ايه كمصريين دلوقتي، كمواطنين، كناس بتحب مصر وعايزه مصر تكون مستقره، وحاسين ان في اتجاهات كده بيحاولوا، ناس بتحاول تعمل فوضى، او ناس بتحاول يبقى دايما مصر فيها مشاكل وفيها عدم استقرار عشان نفضل موجودين في الوضع الاقتصادي الصعب والوضع السياحي الصعب والوضع المعيشي الصعب اللي احنا عايشينه الفتره الحاليه. مطلوب مننا ايه حتى كاعلام، وحضرتك اعلامي كبير؟ حضرتك احنا اول حاجه المطلوب من الدوله ورئيس الدوله ان يحسن قياده الدوله وقياده المسؤوليه بان ينزل الى الشارع بمعنى واضح وصريح، بان يكون هناك فعلا نوع من التقارب ما بين مؤسسه الرئاسه وبين ما يطلقوا على انفسهم قوى سياسيه بتتكلم كتير جدا جدا لكن ما تحسش بوجودها في الشارع. النهارده بنشوف التاثير في الشارع، زي مجموعه الالتراس مثلا، تاثيرها النهارده وقفت البلد. فالمطلوب انه يبقى في نوع من النزول والتقارب بين النصين المقسومين في البلد. ايوه. دي مسؤوليه الدوله ورئيس الدوله اولا. نمره اثنين، المطلوب فعلا ممن يطلقون عن انفسهم النهارده ان هم كمان ياخدوا خطوه لقدام. نمره ثلاثه، انه يبقى فيه يعني في قانون، يعني انا شايف ان ما فيش قانون على الاطلاق، ولا في، كان بيقولوا لنا زمان هيعملوا قانون لتنظيم التظاهرات عشان يبقى في نظام، مفيش قانون بيطلع. ده قانون شغب الملاعب بيتكلموا عنه كتير، وفي مؤتمر يوم الاثنين عشان قانون الرياضه، لكن مفيش حاجه بتطلع. ايوه، احنا محتاجين ان احنا نبقى ناس عمليين، مش ناس بنتكلم وبس. احنا في الكلام زي الفل، يعني الكلام تتفرج عليه اللي بيتكتب واللي بيتقال كلام جميل جدا جدا، لكن الفعل انا بشوف ان احنا ما بنفعلش. لا نفعل ولا ننتج، وبالتالي لابد للدولة أن تكون لها هيبة ولها مكانة، وأن يقوم رئيس الدولة هو المسؤول الأول عما يجري في الشارع النهارده. طيب. يحلها بالشكل القانوني، بالشكل الدستوري، بالشكل الحوار المجتمعي، لأنه عدم وجود هذه القواعد النهارده في الشارع بتزيد المشكلة وبتكبرها، وإحنا اتعودنا يا كابتن كريم نعمل المشكلة. أي. وبعدين نكبرها، وبعدين نقلوظها، وبعدين نفكر نحلها فما نعرفش نحلها. وبالتالي احنا عايزين صراحه شويه، عايزين وضوح شويه، عايزين مصداقيه شويه، عايزين جرأه في اتخاذ القرارات شويه، عايزين شجاعه في مواجهه الانفلات اللي في الشارع، عايزين نوع من الحكمه في التعامل مع القضايا، احنا عايزين حاجات كتير، احنا ما كناش كده. أيوه. احنا دلوقتي الامور يعني زرجنت لدرجه ان انت يعني محتاج وقت اطول عشان تزيل هذه الغمه. بس
طيب بشكرك استاذ فتحي سند طبعا الناقد الرياضي الكبير، واروح الناحيه الثانيه للاستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير، وبرضه نعرف رايه. ان الواحد يعني انا ككريم مش مفروض اتكلم في النقاط دي، يعني انا يعني ما عنديش